مركز حصن الطفل والاطفال، وكان ديك الوقت برنامج الشباب والمستقبل. كانوا ناس من الصحراء كيقول لك حنايا علاش كيجيبوا لنا الباليزه ديال الفلوس كتجي العماله من هنا كتبقى تما كتخلص الشباب. كيقول لك حنايا خصنا حنايا ننتميو للمغرب، معامله اللي يتعاملوا بها الشمال في الوسط في الجنوب، لا نريد معامله تفضيليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، رفيقي ماء العينين من بيربوي قصني الاشكال الكبير، يمكن في السياسه عندنا بزاف الحوايج، في القانون عندنا بزاف، وانما ما استطعناش نخترقوا المجتمع المدني. في اسبانيا المجتمع المدني هو الاساسي اللي مأثر في النظره ديال المجتمع الاسباني. بوديموس راه نتيجه ديال المجتمع المدني كي سيدي وعندهم الموقف هذا خمسه. لهذا انا اظن بان خص مقاربه ودعم المجتمع المدني ماشي محليا، يعطيوه 5000 درهم باش يعمل نشاط ولا 5000 درهم، لا خص دعم طلبه في الكليات، الجمعيات خارج الوطن. انا عندي بنت في كومبيتنس